مشهد مستفز للغاية، الناس كرهتك من بعد هذا الدور، بس أكيد من كثر ما أنتي أجدتي هذا الدور. يعني الحمد لله مو أول مرة يكرهوني في الأدوار، لأني أخذ أدوار يمكن أحب أنا الأدوار اللي تعلم. نعم. أحب الأدوار اللي شوي مختلفة. أمسي عليها بالخير العرابة وتحسين. أكيد أكيد طبعا. يعني شهادتي فيها مجروحة وأموت عليها. المخرج محمد القفاص يعني وايد أضاف لي، والكاتب طبعا علاء حمزة، فصارت كومبينيشن ما كان لها إلا تنجح. الشخصية يعني مستفزة، الضايق أنا وأنا قاعدة أقرأ النص أنا احتريت يعني وايد، بس الحمد لله يعني لاقت نجاح. يعني اليوم كره الناس للشخصية معناتها نجاحها اليوم. يعني وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. هي شخصية ضايق صراحة. أنا وقاعدة أقرأ أنا قاعدة أقول يا ويلي من الناس بعدين. إيش كثر خذيتي فيها بالجهد يعني اللي تكونين مستعدة لها هذه الشخصية؟ لا هذه الشخصية أول مرة يعني أقعد شهر ما أتحرك أقرأ النص. يعني لأن كبيرة مساحتها وكان لازم أخذ الموضوع يعني بشكل جدي على قدر الدور. عشتي فيها ما بعد المسلسل؟ عشتي فيها فترة على ما طلعت الشخصية؟ إيه أنا لاحظ ترى نورة في بعض الفنانين يعيشون هذه الحالة. إيه يعني إيه قاعد لأن هي شخصية ملبوفة لأن شهرين يعني يقعدون يمثلونها. نعم. هذه هي الشخصية اللي عنده، فلما يطبع عادات جديدة من شخصية. أنا مو فضولية وما فيني بلاغة شف ولا يهمني أعرف أشياء الناس، بس أيام الشخصية صارت فيني لقافة مو صدق والله، حتى كل اللي حوالين يعني بناتي يقولون عسى ما شاء الله خلصت طلعت من الليكيشن خلاص ما اقدر باكر الصبح عندي اوردر لازم اتمخذه معي شخصيه للصبح. اي ظل الفايبس نفسها اكزاكتلي ما اقدر اطلع من الان خلص المسلسل عاد تحمل لو شيء يكون.